وسط احتجاجات الحقوقيين وممثلي الجمعيات المدافعة عن البيئة وبحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حاولت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي إخلاء مسؤوليتها من استقبال شحنة النفايات الإيطالية. حنا هنا باش نديرو التشريع، باش نديرو الاستراتيجيات، باش نراقبو، باش نديرو المساطر اللي يمكن لها تضمننا باننا كنحافظوا على صحه المواطنين. والصفقات الا بغاو يقلبوا على الصفقات يمشيو عند مالي الاسمنت، هما اللي كيبيعوا كيشريو، حنا ما كنبيعو ما كنشريو. وفي معرض إجابتها عن أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، أوضحت المسؤولة عن قطاع البيئة في المغرب أن الهدف مستقبلا يتمثل في نقل تجربة استغلال بعض الأنواع من النفايات كوقود بديل من قبل شركات وطنية، لأنه المغرب كيستعد الآن باش يرجعوا عنده المصانع اللي كيفرزوا النفايات واللي كيصنعوها باش تكون مؤهلة، باش يمكن لها تمشي المصانع مغربية مؤهلة باش في 2020 ما يبقى المغرب كيدخل حتى شي كيلو ديال النفايات. والمغرب البلد كيخدم بالقوانين. من جهة أخرى أكدت الوزيرة المكلفة بالبيئة أنها مستمرة في مهامها ولن تستقيل. أنا ما غاديش نستقيل، وهذه الخبرة اللي كتقولوا ديال وزير الداخلية راه حكيمة الحيطي اللي طلبتها سيدي، خصكم تعرفوها مزيان. أنا اللي طلبت خبرة باش تكون باش تنوض الحكومة ديال لوديت وباش تعرف بأن الوزيرة ديالها خدامة لصالح المواطن المغربي. خدام أنا الوزيرة اللي كتقولوا كتسمم كتطلع الزبالات بلا بوط بلا قربوش بلا والو، كتمشي الزبالات علاش؟ قولوا لي علاش ما كنلبش؟ عيبوا عليا قالوا لي كتمشي بدون مسائل معقمه كتطلع الزبالات. وهذاك المغربي خويا اللي في الزبل اللي خدام كيجمع في الزباله، فاش وصل عنده انا بالطابليه وبالطربوش وبالماسك وبالنظاظر وبلي بوط وبلي كاس، اش غايقول؟ اش غايقول؟ واش فهمتوا علاش كنطلع الزبالات؟